عليكم البنات، مرحبا وسهلا بكم في هذا الفيديو اللي رايحه ندير لكم فلوغ في ولايه ادرار. دونك البنات، راني انا وحبيبتي في ولايه ادرار في الليل، واحد الجو رائع ما نحكي لكمش عليها البنات، جو ساحر، واحد البرود، واحد لاكلي، ماكو عارفين البنات. المهم رايحه نحاول مادام راني في ادرار نستغل ماكسيمو نصور لكم مناظر شابين وبلايص شابين تاع تحواس. سابس مولع عبد الله بن ابو بكر برجال هم عليها ناس أدرار قبل الشلال البارود والنار سيدي محمد بالكبير أعطاه الله العلم وحسن التدبير فنو غيزة وتدعير أعطاه الله العلم وحسن التدبير فنو غيزة وتدعير بدل قادر دير طلع وكل شي حاضر نادر طوق الحلاوة بمخلوف التمر القعدة وناتاي والقاسم خرخر برجالها وماليها الله العلم وحسن التدبير فنو غيزة وتسيد عبد القادر دي طلع وكل شي حاضر نادر طوق الحلاوة بمخلوف التمر. دونك البنات، رانا رحنا باش نتعشى انا وصاحبتي، خليكم معنا نصور لكم العشاء ومن بعد نكمل لكم التحويسه اللي رايحين نديروها. صباح الخير البنات، اليوم فيديو جديد. البارح الفيديو كملته بكري باسكو دخلنا للدار تعشينا ودخلنا للدار كنا عيانين. اليوم البنات غادي نديكم معايا لواحد الحانوت نتاع عطور رائع بزاف وانا ما نستغناش عليه، كل زياره لادرار خصني نروح نعمر عنده الريحه. خليكم معايا البنات في الفيديو. الحانوت جاي هنايا عند هاد الاشاره تاع المرور الخضراء كما راكم تشوفوا ليه عند هاد القوس. الو البنات، هذا هو الحانوت اللي حكيت لكم عليه.
كما كنت تشوفوا هنايا عنده البخور. اول حاجه اثرتني كي دخلت عنده بخور عين صالح، ريحته شابه بزاف، وكان دايره هنايا في البخار. درت من نزد شميت ريحته شابه ما شاء الله. البنات هذا المحل تاع العطور نتعامل معاه لمده سنه، العطور نتاعو ما نستغناش عليها، رائع بامتياز. يعني كي يعمر لك قرعه تاع الريحه ديري في بالك رشه واحده غادي تقعد لك في القش. وكاع جيت اليوم باش نعمر اولمبيا، ما نستغناش عليها، لازم كل مره نجي نعمر عنده ليكستريم. وفي الحقيقه دايره كارطه عنده بعد نوريها لكم. عمرت ميامي شابه، واحد العطر عنده جاي فلور، ريحته ريحه ورود. بعد نحط لكم في صندوق الوصف الاسم العطر اللي عمرته عنده، وراني معمره بزاف عنده. يعني عندي ما شاء الله كاين هنايا هذا الرف، هذا كومبليتمون البنات نتاع الروايح الاوريجينال. البنات اللي تبعوا اي عطر تشروه ماكوش تلقاو الاوريجينال، ولا كاين هنا الاوريجينال. راكو عارفين الاسعار تاع الاوريجينال تكون شويه مرتفعه، بصح اي عطر واحد اخر هاي لكم لاكارت. البنات انا كل مره تشري هاد لاكارت فيها امتياز، كي شغل تولي زبونه عند هاد المحل وكي توصلي لواحد العدد من العطور يعطيك عطر مجاني. المهم البنات عنده هنا العطور اي نوع يكون عندك ماركه راكي تبعيها، ومن بعد ما تلقايش الاوريجينال تقدري تدي عليه هو اي اسم عطر عندك، تروحي عنده تعمري تلقاي كاع واش راكي باغيه وحاجه شابه. هذوك الاقلام اللي شفتوهم تعمرهم بالروايح، هذوك عمليين بزاف، انا تاني ندي منهم. ممكن ما كتشوفوا عمرت ريحتي شابه بزاف. دونك عنده انواع واشكال تاع هذا الزجاجات العطر شابين بزاف، كل وحده تمسك في الثانيه. عنده الخمره البنات كما كشتو، حتى حطيت لكم فيديو على الخمره. والخمره اللي عنده سائله عجبتني، حاجه عمليه شغل ترشي منها وتستعمليها، شابه بزاف البنات. البنات بعد ما خرجت من الحانوت درك نحط لكم لا فوتو تاعو كاع، وتلقاو عنده البخور وكاع. راني ماشيه دركا نروح نفطر، وراكو عارفين البنات نديرو جوله خفيفه في ولايه اضرار. بنات بغيت نقول لكم، بغيت نوجه شكر خاص للمتتبعات قناه تداح اللي تواصلوا معايا جداد في القناه، والمشتركات جداد نتحي المشتركات القدام في قناتي، ونتحي المشتركات الجداد. ونطلب منكم ان شاء الله تعجبكم القناه تفعلوا معايا في لي كومونتير وفعلوا الجرس باش كل ما نحط فيديو يوصلكم جديد. هذه هي ولايه اضرار، ولايه شابه في الحقيقه، وصراحه وكاين بزاف اللي طلبوا مني هاد لا فيديو. كي تكوني في اضرار ديري لنا فيديو، حوسي بنا في الشوارع نتاع اضرار، وانا استجبت للطلب نتاعكم حبيبتي، وهاني درت لكم فيديو في ولايه اضرار. يعني درت بكم بصح ما ديتكمش بزاف حواني، طرحت الحانوت اللي كان لابد نزورو. يعني انا عندي كل مره كل ما نطلع لازم نزور هذاك الحانوت. هذه هي، خليك معايا. البنات هذا هو فندق توات. اي وحده كانت جايه زياره لولايه اضرار ولا تخدم غير كيفه غير كيف كمل العمل فيه بشراكه تركيه جزائريه، نورمالمون هو 5 ايطوال، اوتيل شباب بزاف، فخامه روعه. هذا وين عاودوا داروا الافتتاح نتاعو، داروا له التجديد، وكاع ننصحكم بالزياره نتاعو، اكيد غادي تكون حاجه شابه بزاف. ومرحبا وسهلا بكم البنات اللي من خارج الولايه، بلا فندق بلا والو، مرحبا وسهلا بكم. دياسو دونك البنات كما كتشوفوا معايا هنايا البلاصيطا نتاع اضرار، هنايا في الليل تولي واحد الاجواء رائعه، تشوفوا غير الشوا ولاتاي طوابل لاتاي، والرجال الجوج يقعدوا هنايا، كاين كريم لي في الجنب اللي مليه. تلقاوها معمره بزاف امبيونس، هاد البلاصه شابه بزاف في اضرار. Thank you.
هذا هو القوس نتاع سوق بوضه البنات. سوق بوضه هاد المنطقه في هاد البلاصه هنايا كاع الطريق طويله بزاف وفيها الموفمون بزاف في النهار، يعني غير الوقيته اللي الناس تروح تفطر تلقاوها كالم. قلت نصور لكم تكون طريق فارغه نصور لكم في خاطري، الاوقات الاخرى كاع تلقاو الشارع معمر بالغاشي بالزبائن، فيه سوق الخضره لداخل في الوسط، فيه لي كوسميتيك، حوانيت نتاع القش، يعني شباب بزاف، حوانيت تليفونات، كل حاجه تحوسوا عليها تلقاوها في سوق بوضه البنات. هذا هو هنايا الحانوت، شوفوا نصور لكم، راه مبلع حانوت العطور اللي مشيت ليه واللي راه يسقسوني عليه بزاف من وين تشري العطور نتاعك. هذا هو الحانوت اللي صورت لكم فيه هنايا البنات. هذا هو سوق بوضه كما راكم تشوفوا البنات كومبليتمون. دونك هذه هي العشيه، راه المغرب، بغيت نجيبكم من هنايا باش تشوفوا هاد البلاصه. هنايا كاينه المكتبه العموميه في ولايه أدرار، وأدرار في الليل في الحقيقه تولي اروع من النهار، يعني على ما الجو يبرد هاد الايامات ويكثر الموفمو، يعني اللي عنده صلاح يخرج يقضيه في برد الحال، تولي علامه هاد الوقيته هذه. اما لا نمشي نضرب دوره في شويه حوانيت ونشري الصوالح اللي خاصين ونكمل صوالحي. شوفوا معايا البنات، مهم البنات بعد ما كملنا التحواس من بعد تعيره الليل، شنو نقول لكم البنات، الواحد يدخل ندخلوا نمشوا للسوبرات ومن بعد. هذا هو لا فيديو اللي درت لكم فيه، يعني كان طلب من المتتبعات نتاعي اني ندير لهم جوله في ولايه أدرار. البنات اللي مش ساكنين في أدرار بيان سور زعما باغيين يشوفوا الولايه تاعنا كي دايرين، راني وريتكم الولايه الشوارع نتاعها كي دايرين، وفي فيديوهات اخرى ان شاء الله رايحه نوريكم يعني المحلات اللي نمشي نشري من عندها قش كوسميتيك، يعني بلايص هكا له. مي هذه الخطره ما ساعفنيش الوقت باش نصور لكم فيديوهات بزاف، دونك راني في السوبرات نشرو صوالح كملوا صوالحنا باش نروحوا للدار. هذه هي البنات بعد ما كملت صوالحي صاي ضربت دوره خفيفه كيما هاك كيما راكم تشوفوا من المناج نتاع أدرار. خاطر جاي ان شاء الله ندير لكم فيديو داخل فيه تشوفوا كيفاش داير، ودركا ما بقى عليا غير نبقيكم على خير ونقول لكم تبقاو على خير البنات في فيديو اخر مفيد ان شاء الله. مع السلامه.